السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. فيديو النهاردة هنتكلم عن تخفيضات نزلت على نيسان قشقاي موديل 2020. سلسلة الفيديوهات دي حاطين فيها كل تخفيضات العربيات اللي نزلت من 2019 لحد وقتنا هذا. الفكرة من السلسلة وليه جمعنا الفيديوهات دي كلها في مكان واحد؟ علشان اللي رايح يشتري قبل ما ياخد قرار الشراء يشوف الشركة اللي هيشتري منها فعلا عملت تخفيض حقيقي على العربية ولا تخفيض وهمي ب 3000 و 5000 وكلام زي كده، وعشان يتأكد فعلا إذا كانت العربية عربية قوية بين المنافسين ولا في أفضل منها. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. أعلنت شركة نيسان عن تخفيضات قوية على سيارتها نيسان قشقاي موديل 2020 بشكل رسمي في السوق المصري. الفترة اللي فاتت شفنا تخفيضات قوية جدا على جميع سيارات السوق المصري، بداية من سيارات الفئة الاقتصادية زي رينو لوجان، وتخفيضات إلغاء جمارك السيارات التركية زي فيات تيبو، وحتى تخفيضات على السيارات الأوروبية أوبل جراند لاند والكورية هيونداي توسان وعربيات تانية كتير. دلوقتي بنشوف نيسان اللي أعلنت عن تخفيض قشقاي موديل 2020 بشكل رسمي. العربية دي بتنافس عربيات قوية جدا في السوق المصري زي هيونداي توسان وكيا سبورتج وجراند لاند والمزيد من السيارات القوية. أما بعد التخفيض أصبحت بتنافس عربيات زي أوبل كروس لاند بفرق سعر بسيط لصالح نيسان قشقاي. أول فئة من نيسان قشقاي نزلوها بسعر 366 ألف جنيه بدل من 385 ألف بفرق 19 ألف جنيه. تاني فئة نزلت بسعر 402 ألف جنيه بدل 420 ألف جنيه بتخفيض 18 ألف جنيه. الفئة الثالثة نزلوها بسعر 430 ألف بدل 447 ألف بتخفيض 17 ألف جنيه. الفرق بين الثلاث فئات، الفئة الأولى مسمينها فيستا، نازلة بكماليات باور وتكييف وجنوط ومثبت سرعة، كاميرا خلفية، سقف بانوراما. الفئة الثانية اللي هي أسنتا بتزيد على الفئة الأولى مقاعد كهرباء وفرش جلد. الفئة الثالثة تكنا، دي نازلة بنظام إيموبلايزر ضد السرقة ووسائد هوائية أمامية وجانبية ونظام ثبات إلكتروني. الفئة الرابعة دي فئة جديدة نازلة بسعر 462 ألف جنيه. العربية قبل التخفيضات كانت بتنافس عربيات زي ستروين سي 5 وميتسوبيشي إكليبس، أما دلوقتي هتبدأ في منافسة عربيات زي تويوتا كرولا وسكودا أكتافيا، وهتكون منافس للعربية القادمة كيا سيلتوس في مصر. وحاليا أصبحت السيارة نيسان قشقاي بتقدم قيمة عالية مقابل السعر، كما أنها أصبحت مقبولة حاليا في سعرها بالنسبة للمنافسين. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.